مع ضيوفنا الكبار حكمنا الدولي كابتن ابراهيم نور الدين. منور يا كابتن ابراهيم. ازيك يا كابتن طارق؟ اخبارك ايه؟ كل سنه طيب. منور، ربنا يخليك، ده نورك تلميذك حبيبي. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. هذا معانا يعني مساعد الحكم الدولي كابتن احمد حسام طه. امين كابتن، اهلا بحضرتك. منور، شكرا يا كابتن، ربنا يخليك. بنبارك لكم طبعا على اختياركم، على اختياركم في حكام النخبه اللي هيديروا كاس العالم. احكي لنا بقى القصه دي، يعني ايه النخبه، وهل دي خلاص يبقى انت رحت كاس العالم ولا لسه في خطوات تانية يا كابتن ابراهيم؟ لا، لسه في خطوات كتير. زي النخبه الافريقيه ديت، هي بتبقى مقسومه جزئين، النخبه بي والنخبه ايه. بياخدوا الحكام لما يخشوا القائمه الدوليه، الاول بيعملوا لهم معسكر الحكام الجدد الدوليين. كان بيبقى في الكاميرون. بيبداوا ينتقوا منهم الابرز عشان خاطر ياخدوهم في النخبه بي، وبعدين يدرجوهم يوديهم البطولات القاريه، كاس الامم الافريقيه تحت 17 سنه وتحت 20 سنه وتحت 23 سنه. يبقى ده اختبار رسمي ليهم. اللي بينجح فيهم بيختاروا من كل مجموعه مثلا من 4 لـ6 حكام، من 4 لـ6 مساعدين، يبداوا يدخلوهم النخبه بي، ومن بي بيبدا يوديهم كاس الامم الافريقيه للمحليين. اللي بينجح منهم بيبدا ياخدوهم في صفه الحكام اللي هي النخبه ايه، اللي بيبدا يختاروا منهم بعد كاس الامم الافريقيه الكبيره وكاس العالم الناشئين والشباب، اللي يروح كاس العالم الكبيره والاولمبياد. امال كابتن جهاد جريشه مش اختير ضمن كاس العالم جهاد تقريبا؟ كابتن جهاد تم اختياره في النخبه تقريبا من حوالي 5 سنين. جهاد كان حكم دولي من 2008. فهو جهاد بحكم الاقدميه طبعا، هو أدمية موجود هو وتحسين ابو السادات موجود بقى لهم مثلا دورتين في النخبه. فهو انت اول مره كابتن تاخد في دي النخبة. اول مره اخش النخبه ايه، كنت في النخبه بي، وبعدين دلوقتي بقى انا واحمد. ودلوقتي بقينا في النخبه انا واحمد الحمد لله. دي احنا بقى اللي هي مؤهله لكاس العالم باذن الله، دي اللي بتاهل للبطولات الكبيره، كاس الامم الافريقيه وكاس العالم ل 17 سنه و20 سنه والاولمبياد وكاس العالم الكبيره. فيها معسكرات يا كابتن ولا بتبقى يعني ما هو معسكر؟ معسكر يعني معسكر في اختبارات هو بيتعمل في كذا دوله. السنه اللي فاتت كان في المغرب اللي جهاد شارك فيه هو وتحسين. وجهاد وتحسين معانا برضو في النخبه. في النخبه ديت احنا تم اضافتنا لقائمه الحكام النخبه. السنه دي معموله في مصر هنا في احد الفنادق في 6 اكتوبر، والتمرين هيبقى مشروع الهدف. بيتخلل المعسكر ده جزء بدني، اختبارات بدنيه واختبارات ذهنيه واختبارات فيديو تيست، بيجيبوا لنا حالات واحنا بندي القرار زي ما يكون في الملعب بالظبط. وجديد السنه دي ان هيبقى في تعديلات بقى بتاعه قانون كره القدم، هنبدا يعني اختبرونا فيها اختبار تحريري. كابتن احمد حسام طه، انا يعني انا مدرب يعني، كنت لعيب كوره. انا بشوف معرفش ان مهمه المساعد بتبقى فيها صعوبه شويه عن الحكم. يعني الحكم بيشوف حاجه مثلا، كابتن ابراهيم استاذ فيها طبعا، بيشوف الخطا بيحسبه بالضبط. اوكي، الخطا بيبقى باين، في اخطاء ما بتبقاش باينه، لكن حته التسلل دي بقى بشوف انها انا من وجهه نظري شخصيه متواضعه يعني، انها صعبه قوي، انك في التوقيت بتاع الباص اللي تطلع من رجل المهاجم مثلا للمهاجم الاخر ازاي تحسب التسلل دي، اعتقد انها في منتهى الصعوبه. طبعا يا كابتن، هو يمكن طبعا عشان حضرتك طبعا اسم كبير ومدرب كبير ولاعيب كوره طبعا عالمي، كنت بتشوف، وخصوصا انت لسه في الملعب لغايه دلوقتي، حضرتك لاحظت اهميه الحكم المساعد. حكم مساعد لو هو مش بالاهميه دي ما كانش اتحاد دولي عمله الدولي، وان يبقى الحكم بس ويجيبوا اي اثنين. برافو عليك، صح مظبوط، نقطه مهمه دي فعلا. ايوه، فطبعا يا كابتن موضوع التسلل ده من اصعب قرارات التحكيميه. صحيح، وبتحتاج يعني بتشوف الفروق الفرديه بين مساعد ومساعد، ده بيجي من التمرين. اللي الناس ما تعرفوش ان الحكم المساعد لازم يطور ادائه من خلال كاميرا في الملعب، يتدرب عليها ويتفرج على نفسه، يشوف اللعبه دي هو القرار كان مظبوط ولا لا. واحيانا حضرتك وانت في الملعب ممكن وانت في الملعب تعترض على حكم مساعد، ولما تروح البيت بتلاقيه هو صح. صح، يعني لان البوزيشن كمان بتاع الحكم المساعد، لا في حالات يا كابتن بتبقى في منتهى ده. على فكره الاخر المعسكر اخر تجمع ليكوا يا كابتن ابراهيم مع كابتن جمال غندور رئيس اللجنه في اتحاد الكوره، في لقطات انا فعلا وانا مدرب ببقى بزعق قوي ومواثق انها مش تسلل، واروح البيت الاقيها تسلل. بالظبط، ما انا ازاي انت بقى بتعرف الكلام ده؟ يعني
بتظبطه ازاي؟ هل انت عينك مع الراجل اللي بيباصي ولا الراجل اللي هو هيقع في التسلل؟ يا كابتن هي عشان برضه نشرح للمشاهدين يعني. ايوه كابتن طبعا التسلل لازم اربط بين لحظه لعب الكوره ايوه وتواجد المدافع اللي هو على اخر تاني مدافع. دي يا كابتن صعوبتها في الربط وطبعا في الاول اكيد يعني كنت بغلط واكيد طبعا وما زلت هغلط بس الاخطاء بتقل بالظبط. هو الحكم الكويس مش عديم الاخطاء، لا الحكم الكويس ان الاخطاء تبقى اقل من غيره. صحيح. فطبعا يا كابتن ده بيجي بالتمرين ولازم ابقى بشوف لحظه التمرير وابص هنا بسرعه. طب انا هسالك سؤال بس هاسال الاول الكابتن ابراهيم نور الدين، مين افضل مساعد اشتغلت معاه؟ وما تقوليش احمد حسام عشان هو معانا في الاستوديو. غير احمد حسام يعني انت احسن حكم مساعد فعلا مساعد ساعدك في الملعب في لحظات او في حالات صعبه جدا؟ هو كل الحكام يا كابتن بصراحه الشديده الحكام المصريين على مستوى عالي. كل الحكام حلوين ومعنا عارفين ان كل الحكام حلوين. قول لي مين انت سالتني سؤال ينفع حضرتك وانت مدير فني اسالك اقول لك مين احسن لعيب عندك في الملعب؟ ممكن ما بتقولش. لا بقول احسن لعيب سين او عادي طبعا جدا. احنا عندنا شفافيه جامده واحنا كلنا اصحابنا، بس انا حاسس ان في علاقه الحقيقه اللقطه اللي فاتت بينك وبين الكابتن سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف يعني تحس كده فعلا ان في نوع من المودة والمحبة. لا هم اخواتنا الكبار واحنا اتعلمنا منهم كتير وهم عملوا قطعوا مشوار كبير واحنا ان شاء الله نكمل وغيرنا هيجي ياخد مكاننا ويكمل. احنا مقتنعين جدا بالكلام ده. بالنسبة لافضل واحد انا بتعامل معاه غير احمد عندي كابتن ايمن دجيش وكابتن تحسين وكابتن محمود ابو الرجال وكابتن سمير جمال ومساعدين كتير جدا كويسين. بس هو ايمن دجيش بيتميز بالخبرة ويتميز بال يعني لعب عدد ماتشات كبيره جدا جدا جدا. وهو يعني انا بقولها دايما لاحمد بقول له ايمن دجيش بيبقى واقف على الخط كابتن ايمن دجيش حكم مساعد بنفس قيمه حكم هو بيحل لك حاجات كتير بيدي بالزبط. واحمد بقى واخد الطريق بتاعه وهو هيبقى خالفته كابتن ايمن برضه يمكن هو عميد ده حكام مساعدين افريقيا اكبر حكم قالوا زمانك اهو كان معاك كابتن دجيش اهو كان معايا كابتن ايمن دجيش لا بصراحه من المباريات اللي اتحكمت بشكل محترم جدا الحمد لله. انتهت كام ابو خليل دي انتهت 1-0 للنادي الاهلي فطبعا دي افضل لحظات حياتي إن مش عشان خاطر انا حكمت ماتش الاهلي والزمالك، عشان خاطر انا قدرت ان انا ارجع التحكيم المصري تاني للرياده. ما ينفعش نبقى احنا يا كابتن طارق واخدين كاس امم افريقيا 3 مرات وعندنا جهاد جريشه لعب نهائي كاس امم افريقيا للانديه. الاهلي والزمالك عمره ما هيبقى اقوى من نهائي كاس امم افريقيا للانديه. احنا لازم يبقى عندنا ثقه في حكامنا. وماتش الاهلي والزمالك لازم المسؤولين في الاهلي وفي الزمالك يعرفوا ان الماتش ده ب3 بونت زيه زي الاهلي والجيش زيه زي الزمالك والمحله. ده 3 نقاط. انا ماليش دعوه بالبطوله الخاصه، ده ماتش ب3 نقاط. بالظبط. ولو البلد ما وافقتش مع الحكام عشان خاطر تلعب ماتش زي دوت عشان خاطر يبقى هي عندها الاستعداد والكفاءه ان هي تحكم ماتشات اقوى من كده بره. لما ماتش في بلدك انت مش يعني المسؤولين مش واثقين ان انت تحكمه او في حياديه. وبعدين نطلع نتكلم بدبلوماسيه كابتن طارق يقولوا ايه؟ اصل احنا مش عايزين نحط الحكام في حرجه واحنا بنعفيهم الحرج. حرج ايه؟ طب انا طول السنه بحكم لك. صحيح. انا طول السنه انت عندك 30 ماتش بلعب لك منهم 28. ال 28 ماتش دولت اي 3 بونت هيروحوا منك زي ان شانهم شان مباراه الاهلي والزمالك بالظبط. فانا عايز الناس بس يعني تبص للمنظومه من ان التحكيم ده جزء مهم جدا. طبعا. ده اهم جزء في المنظومه يا كابتن ابراهيم. بتتكلم على نتائج مباريات بتتحدد من اداء من خلال اداء حكم. يبقى يا كابتن طارق انت ونتائج بطولات مش انت مباريات انت فترة بس بطولة. انت حضرتك مدير فني كنت بتلعب الاهلي وبتلعب الزمالك وبتلعب المحله وبتلعب اي فريق ايا كان اسمه. بالنسبه لك انت 3 نقط في الجدول الاهلي زي الزمالك، يعني انت تكسب الاهلي والزمالك وتخسر 4 ماتشات يبقى انت خدت من 6 ماتشات 6 بونت. ولا تخسر من الاهلي والزمالك وتاخد ال4 ماتشات عشان خاطر تاخد ال4 ماتشات تخسر من خلاص يبقى كنادي يعني صغير يبقى يعني. حضرتك على الاقل الماتشات الفاصله اذا كان نهائي كاس ولا كان نهائي سوبر حاجه مؤثره يعني. لكن دوري رايح جاي 38 ماتش وتيجي في الماتش ده اصل انا عايز حكم اجنبي يعني الموضوع غير مقبول يعني. مهيب بعد اذنك هاتوا لنا الاستاذ عمرو مصطفى مدير التعاقدات في مصر المقاصه عنده حاجات عايز يقولها بعد اذنك لو امكن يعني بعد اذنك. تليفونه طبعا معاك يعني اكيد.
كابتن احمد هرجع لحضرتك واقول لك نفس السؤال لاستاذ الكابتن ابراهيم. اكيد طبعا انت عاصرت حكام كتير، تمام، حكام بيدوك حريه، في حكام ما بيدوكش نفس الحريه، يعني مين الحكام اللي قدروا ان هم اللي قدرت تتعامل معاهم بشكل يعني في نوع من التجاوب والتفاهم بشكل كبير جدا؟ هو يمكن برضو لو يعني انا يمكن من اكتر الناس اللي احب العب معاها ابراهيم نور، يمكن حتى لعبنا مع بعض بره مصر كتير وجوه مصر. احكي له على اللي عملته في مصر. انا لسه هقول لك على المواقف بقى اللي حصلت. مواقف كتير يا جدع. تمام. لكن برضو للامانه يعني في كابتن سمير عثمان من الناس اللي بحب العب معاه طبعًا جدا. طبعا. كابتن جاد جريشه بحب العب معاه جدا. طبعا. كابتن محمد فاروق. طبعا يعني انا كان ليا الشرف برضو ان انا العب مع كابتن عصام عبد الفتاح، وما نلت الشرف ان انا العب مع كابتن جمال. يعني كان لعبت يعني لعبت مع اسماء كبيره بصراحه. كابتن برضو حته الحريه او لا، هي الحكم بيبقى في كل حكم ليه طباعه وليه يعني ستايل الفاول اللي بيحسبه. صحيح. في حكم بيسمح بالالتحام وحكم تاني من اللمسه، حكم ياخد برايك وحكم ما ياخدش برايك. بالظبط. بس في الاخر المفروض ان انا اقول رايي. بتقول الحكم رأي. هو صاحب القرار ان هو ياخد رايي او لا، بس الحكم في حاله ان هو صح، طبعا احنا تيم ورك، بيبقى الصح للمباراه ولصالح المباراه. ما عمركش رفعت رايك كده وكابتن ابراهيم عملها معايا في الناشئين؟ بس دلوقتي ما يقدرش في الناشئين. وانت ناشئ ولا في الماتشات ناشئين؟ لا، كان ماتشات ناشئين. اه يعني رفعت الرايه كده وما خدش بيها؟ لا، كان الكابتن يعمل معايا، كنت فاكر كان ماتش في نادي الاهلي، فاتفقنا احنا بنتفق كده، بيبقى في ميتنج قبل الماتش، فهو قبل الماتش قال لي احمد عشان ما نختلفش في رميات التماس، لما بيبقى في رميه تماس حتى لو واضحه خد مني. ماشي يا ابراهيم. فلان كنت انا ساعات العب ماتش صفاره وهو يلعب ماتش، وكنا بنبدل والله. فالماتش لان قبل التخصص كابتن كله بيلعب كل حاجه اكيد طبعا. تمام. فيطلع كابتن بدماغه يمين، اروح انا طالع بالراي يمين، يروح هو مدي للناس شمال. كل الجهاز يروح جاي معترض عليا. عملها مره في الثانيه في الثالثه، بعد كده بقيت اعترض مع الاجهزه عليه والله. طب المواقف اللي انت بتقوله، في مواقف اللي جمعت بينك وبين كابتن احمد حسام في سفريات، في ماتشات، مواقف اللي هي ما تنساهاش ابدا؟ لا، موقفين. موقف كان في المطار، سيبه هو يحكيه، لكن الموقف الاهم بالنسبه لي، كنا في كاس الامم الافريقيه للمحليين، وهي دي بالنسبه لنا كانت عنق الزجاجه، كان في رواندا في 2016، كانت عنق الزجاجه في يعني بالنسبه لنا ان احنا نخش النخبه بقى، ويبدا انت تكمل مشوارك. فاحمد كان معايا في الماتش، فتبلغنا بالماتش قبل النهائي. وتبلغنا ان ماسيمو بوساكا رئيس لجنه حكام الاتحاد الدولي هو يبقى موجود، والمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي من مستر عيسى حياته والمجلس كله، واربعه من المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي. يعني الماتش يعني ماتش ما فيهوش هزار. فاحمد بيقول لي يعني ربنا يوفقنا بكره. قلت له ان شاء الله ما فيش مشكله. فاحنا كنا طول الفتره اللي في رواندا كنا 30 يوم قاعدين في رواندا بناكل جبن بقى ومحافظين على اكلنا. ففي اليوم دوت في المطعم عملوا سمك، احمد قال لي احنا لازم ناكل سمك. يا احمد الماتش النهارده الساعه 12، ماتش النهارده بلاش نجرب، خلينا في اللي احنا بناكله. قال لي لا احنا هاكل سمك، وراح جايب لي معاه. فانا بقى لي 30 يوم باكل جبن طبعا، فكلت اجرب كلت حته سمك وقد كان نفسي اماره بالسوق برضه. انا فحصل موقفين في الماتش. احنا بدا السمك جالنا مغص جدا، يشتغل بقى جالنا مغص شديد جدا واحنا بنسخن. فواقف على الخط انا بعمل التوس، طبعا المقصوره كلها بقى للناس الموجوده والسلام الوطني وبتاع، وانا مش قادر. بصيت لقيت احمد قال لي انا عندي مغص، فانا هروح ورا الجون واجي. فقلت له لا ما ينفعش، استنى عشان. فخلصنا، فقال لي طب اخش الحمام. فانا ما بقتش عارف بقى من كتر الضحك، انا تعبان من كتر الضحك. فكويس، كان موقف كويس، فكينا قبل الشده والتوتر. لعبنا الماتش في الدقيقه 35، حسبت ركله جزاء. دقيقه 35 35 الشوط الاول حسبت ركله جزاء في قبل النهائي. كان كوت ديفوار ومالي. ومالي. فحسبت ركله جزاء والنتيجه 0-0. فانا كان معايا مساعد رقم واحد اسمه مرنجولا من موزمبيق. من موزمبيق. فقال لي في الكوميونيكيشن سيستم ناثينج، قال لي ما فيهاش حاجه. اول ما قال لي كده انا داخل بقى بسرعه منطقه الجزاء، فهو قال لي كده في الكوميونيكيشن، فرحت لافف في وشي باصص طبعا لاخويا واقف على الخط الثاني عشان ياكد. ببص له كده لقيته باصص لفوق. بقول له احمد انت باصص لفوق ليه؟ قال لي معلش ان شاء الله هتطلع بره. قعدت يا كابتن طارق مثلا حوالي 30 ثانيه. يعني ايه مش ضربه جزاء؟ هو قالوا كده، هما الاثنين قالوا كده. قعدت 30 ثانيه انا مش شايف،
مش شايف خلاص بقى، ما انت بره كل المسؤولين عن التحكيم في العالم. يعني هم جايين عشان خاطر يطلعوا لك ليفل، ده بقى مش هي ده خلاص. انا هرجع هنا بقى اشوف بقى اي محل موبايلات افتح انا واحمد وبطلنا تحكيم. فاللعبه اتلعبت اتصدت. احمد مكررها قال لي الحمد لله، قعد يقول الله اكبر الحمد لله. قعدت بقيت العشر دقايق ما حسبتش ولا فاول، تاخد نفس ما حسبتش ولا فاول. فدخلنا اوضه اللبس، انا كنت سايب الموبايل بتاعي في الاوتيل. فقلت له يا احمد، بابا على طول بيتفرج على الماتشات وبيسجلها له، قلت له كلم كابتن حسام وخليه يبعت لنا حتى اللعبه ولا اتاكد الكلام ده. قال لي حاضر. راح داخل راح حط الفوطه على وسطه وقعد يصلي حوالي 10 دقائق. وبيصلي ايه ده؟ قال لي اصلي ركعتين 10 دقائق تراويح. قعد ماسك الموبايل، ماسك الموبايل، بعت لكابتن حسام لقيته باعت. قال له قول لابراهيم هايل اللعبه باينه جدا في التلفزيون. فده يعني لا يا كابتن. وعايز اضيف حاجه في الموقف ده. ابراهيم لما المارينجولا قال له الناصن سافرت السفاره بتاعت اسماعيل ياسين بقى كده، سافرت سفاره اسماعيل ياسين مش عايزه تطلع السفاره اللي هي بتطلع هوا بس اللي هي لا مش عارف المها بقى. هو اول ما قال لي كده عايز يعني ما عرفتش. اصعب مباراه يا كابتن، اصعب مباراه اديتها السنه دي يا كابتن احمد؟ بص يا كابتن، يمكن اصعب مباراه في مصر مثلا او اهم مباراه في مصر كانت الاهلي والزمالك السوبر. كان ليا الشرف ان انا العب ماتش اهلي وزمالك. تاني اقوى مباراه بالنسبه لي كانت نهائي دوري ابطال افريقيا. كان حضرتك اتحاد العاصمه وتي بي مازامبي. اتحاد العاصمه في الجزائر. في الجزائر. ده ماتش صعب طبعا، حضرتك عارف الاجواء. انا عارف طبعا. ومن هنا برضو عايز اقول حاجه يا كابتن، عشان الناس اللي بتفضل تقول ان الحكام المصريين مش محطوطين تحت ضغط، انا شايف ان اكتر عنصر بيلعب تحت ضغط جماهيري الحكام. لان احنا بنسافر بنلعب ماتشات قويه جدا، بتبقى الاستادات مقفوله. فطبعا كابتن طبعا، والاهلي والزمالك والانديه الكبيره نفس الكلام. بس انا بقول ان اكثر عنصر دلوقتي بيلعب تحت ضغط الجماهيري وبيبقى ضغط ايجابي هما الحكام. بس الحكام. حضرتك شغال ايه يا كابتن؟ انا شغال في شركه صام مصر في قطاع البترول، احدى شركات قطاع البترول. شغال رئيس قسم تبع كابتن ابراهيم. تبع كابتن ابراهيم. كابول. الو يا كابتن ابراهيم. الو. مساء الخير يا هيدر. كابتن جمال ازاي؟ تحياتي. يعني انا عرفت الكابتن جمال، انت مش عارفه يا كابتن ابراهيم. خير يا كابتن جمال. يا كابتن تحياتي ليك، وكل التحيه طبعا لنجوم التحكيم كابتن ابراهيم نور الدين وكابتن احمد حسام. تعرف انا هبدا كلامي واقول لك اتفضل انه اكتر حاجه بتفرح الانسان في الحياه عامه انه يشوف ولاده متفوقين ويشوف ولاده في احسن صوره طبعا. الوحيد اللي الواحد بيفرح له لما حتى يكون افضل منه هو ابنه طبعا. ابراهيم واحمد تحديدا هم عارفين كويس ان دول ولادي بره التحكيم وقبل التحكيم. وبالتالي انا في يعني انا هتلاقيني اسعد واحد لما اشوف ولادي بينضموا للنخبه ايه، وحكامنا بقى المصريين بصفتي المسؤول عنهم لما يزيد عددهم في قوائم النخبه الافريقيه وده مكانهم الطبيعي طبعا. ده شيء طبعا يسعدنا كلنا وشيء يفرحنا كلنا. وبس اقدر زي ما بقول لك الناس ما بتحسش ب يعني ما بيقدروش تفوق التحكيم المصري ابدا هنا عندنا. ما حدش يمكن الخبر ده ما بيمرش عليهم وما بيقفوش عنده لما يكون عندنا في النخبه الافريقيه اثنين بس. هو كابتن جمال معلش يعني اعتراض بسيط، هو العيب من عندك معلش يعني. انت المفروض تبروز حاجه زي كده، ما يبقى في حد نخبه ايه واتاخد نخبه ايه وواحد راح كاس عالم، لازم برضو لجنه التحكيم هي اللي تبرز هذا الخبر. ما هو الخبر هيطلع من عندك انت، مش هيطلع من عندنا الاول. صحيح انا هاخده من كابتن ابراهيم بصداقتي معاه او كابتن احمد، لكن حضرتك برضو لازم انت كمان يعني تبرز هذا الخبر بشكل افضل، خاصه ان ابراهيم نور الدين هو ابنك، انت اللي اكتشفته في الدرجه الثانيه او في الدرجه الثالثه. الفكره كابتن كده الدرجه الثالثه. الفكره مش فكره ان الخبر يتعرف، لا الخبر معروف. وانا بكلمك بشكل عام بشكل عام من زمان مش من دلوقتي على فكره. انا معاك. ان احنا كحكام ما حدش بيهتم بنجاحاتنا، ما حدش بيهتم بتفوقنا. يمكن اهتمام الناس بالاخطاء بس، رمي التماس غلط بالاخطاء بس، بالاخطاء عموما اهم 100 مره من انه يعرف او يبرز ايه التفوق او ايه المجال النجاحات اللي الحكام المصريين بيحققوها. ده قدرنا واحنا عارفينه من زمان. يعني حاجه اقول لك، هدي لك مثال بسيط مع ان ما كنتش عايز ادخل نفسي في الموضوع.
لا اتفضل. لكن انا عايز اقول لك حاجه، انا رحت كاس العالم مرتين ما حدش كرمني في مصر، مرتين ورا بعض ما حدش كرمني في مصر. حكمت فيهم 6 ماتشات، حكمت فيهم دور ربع نهائي، ما فيش حد قال لي الصحافه والاعلام استضافوني زي ما انت بتستضيف ابراهيم واحمد كده. لكن عايز اقول لك ما علينا، يعني عايز اقول لك انه انا عايز اقول للناس، انا يا جماعه احنا قطاع او احنا عنصر من العناصر المهمه في كره القدم. أكيد واحنا طبعا كمان لينا نجاحات ولينا منافسات مع غيرنا من حكام 52 دوله افريقيه، وبعدين في مرحله معينه هنبقى في منافسات مع 208 دوله على مستوى العالم، عشان حد مننا يكون من ضمن 20 يروحوا يمثلوا العالم كله في بطولات كاس العالم. فبالتالي احنا عندنا منافسات وعندنا ما يشغلنا اكثر من انكم تتهمونا بان احنا ضدكم ولا مش معاكم. لا، احنا عندنا اكبر من كده، وعندنا هدف اكبر من ان احنا ننظر ان احنا ضد حد او مع حد او ان احنا، لكن إن على كل حال ده حالنا وده قدرنا، خلينا ما نخرجش على الموضوع. هو العمل العام يا كابتن جمال، العمل العام عموما يعني بيتعرض لنقد، وخاصة إذا كنت أنت في يعني في مرمى الهدف، أو بمعنى أصح أنت القاضي في الملعب، فالقاضي في الملعب دائما وأبدا يعني هو اللاعب الوحيد أو الحالة الوحيدة اللي لا يتفق عليها أي حد في الملعب، سواء جماهير أو أجهزة فنية، لازم هتختلف معاه. فده قدركم، وأعتقد أن أنتوا يعني جادرين بهذه الثقة اللي اتعملت الموسم اللي فات واللي قبليه. الحقيقة عايز بقى اسالك على التحضيرات للموسم اللي جاي بقى. الموسم اللي جاي ده موسم صعب جدا جدا، وكله اعد العده، يعني استعداداتك انت كجمال غندور رئيس لجنه الحكام للموسم اللي جاي يا كابتن جمال. والله يا كابتن طارق انا لسه من نص ساعه بس صاحب من النوم، راجع من سوهاج الصبح. كان عندنا اختبارات اللياقه البدنيه في سوهاج لكل مناطق جنوب الصعيد. زي برضو ما ابراهيم قال دلوقتي في تعديلات في القانون، في كمان اختبار بدني جديد على الحكام، فاستعدنا له بشكل كبير، شغالين في اختبارات اللياقه البدنيه في كل المحافظات. ان شاء الله عندنا من بكره، عندنا في اسكندريه وبعديها هيكون في القاهره، هننهي المعسكرات، هنبتدي المعسكرات الحكام عشان خاطر التعديلات الجديده في القانون. احنا اخرنا تطبيقها لبدايه الموسم الجديد، وبالتالي اخرنا ان احنا نلقيها على الحكام عشان ما يحصلش عندهم سوء او لبس في اداره المباريات المتبقيه من الموسم ده. انت عارف يا كابتن طارق زي ما انت قلت، الموسم ازيد على صعوبته كمان ان الموسمين متداخلين بالنسبه لنا. بالظبط، ما عندناش حتى فتره احنا بنستعد، عارف، من خلال اي حته اي فتره فراغ نستخبى فيها كده نعمل فيها حدث بنعمله. وبالتالي عندنا بعد كده معسكرات للحكام ان شاء الله لنجحوا في الاختبارات البدنيه. بعدها هنبتدي ان شاء الله الموسم الجديد. وتكرم بقى الناس اللي تاخدوا النخبه. ايه دول؟ طبعا لا مفيش كلام، ده على فكره التكريم بالنسبه لنا على فكره مش زي ما الناس متخيله، هم مش عايزين اكتر من الناس تعترف بان هم متفوقين ويحتفلوا بيهم ان شاء الله باذن الله. يعني هم ما بيبصوش لاكبر من كده ان شاء الله. احنا ان شاء الله هيكون عندنا في فترات باذن الله اللي جايه هيتم تكريم الجميع، ابراهيم واحمد. ان شاء الله نتمنى ان يكون جهاز جريشة في كاس العالم اللي جايه في 2018، وانا مش هقبل غير ان ابراهيم واحمد حسام يكونوا ان شاء الله الاثنين مع بعض في كاس العالم 2022 ان شاء الله باذن الله، عشان يستمر التحكيم المصري في مكانته الطبيعيه ان شاء الله. كابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام، بنشكرك شكرا جزيلا. استاذنكم بس كابتن ابراهيم، كابتن حسام معانا اتصال مهم جدا من الاستاذ عمرو مصطفى، وهو مدير التعاقدات بنادي مصر المقاصه. استاذ عمرو، الو استاذ عمرو. الو. ايوه يا استاذ عمرو. ايوه يا فندم كابتن طارق. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ اخبار سعادتك يا فندم. والله في نعمه الحمد لله. انت عامل ايه؟ بلغني ان حصلت النهارده مداخله بخصوص موضوع ميدو جابر. ايوه. انا للاسف خارج القاهره، لكن يهمني ان انا اوضح بعض الامور الخاصه بموضوع ميدو جابر. قوي اتفضل. اولا قبل ميدو تحديدا، وحضرتك طبعا استاذنا ومن اللي علمتونا الكلام ده، ان الانتقالات بتتم في نادي مصر المقاصه بتمر ببعض المراحل. أيوة. اول مرحله فيها لما متقدم عرض بالنسبه لاي لعيب موجود في الفريق
بياخد الخطوه الاولى اللي هو راي الاداره. راي الاداره ده اللي بيحدده كذا عامل، مش عامل واحد بس. راي الاداره، تقرير المدير الفني، هل محتاج اللاعب، خطته للسنه الجايه، هل في بديل متوفر للاعب دوت ممكن تعويضه الى اخره. بناء على قرار الاداره في النقطه دي بيطلع سواء ايجابي او سلبي. لو طلع ايجابي بنخش على الخطوه اللي بعدها اللي هو نستطلع راي اللاعب. عند استطلاع راي اللاعب بيحدد رغبته ان هو يرغب في قبول هذا العرض او لا. وبعدين بنخش في الخطوه الثالثه اللي هو تحديد القيمه الماليه لانتقال اللاعب. ولو رجعنا للسنه اللي فاتت اللي حصل مع احمد الشيخ، اللي قبلها حصل مع لعيبه اخرى سواء اللي راحوا الاهلي او الزمالك او انديه اخرى. طب اللي حصل مع ميدو جابر بقى في المراحل دي كلها وصلتوا لايه في النهايه؟ طبعا ميدو جابر اتقدم له عرض يمكن من اكتر من شهرين او من 3 شهور. من بس كان ساعتها راي الجهاز الفني. منين تقدم له راي؟ اتقدم عرض منين يا استاذ عمرو؟ اتقدم عرض منين؟ كان متقدم عرض من نادي الزمالك. ايوه، وده تحديدا كان بعد لقاء المقاصه والزمالك. اتفضل. وكانت الاداره لما خدت راي الجهاز الفني قال مش ممكن الاستغناء عن ميدو دلوقتي في ظل الظروف المتاحه. وتم تاجيل البث في العرض لحين الانتهاء. ساعتها احنا كنا في بطوله افريقيا وانتهاء من مسابقه الدوري. لما واحنا موجودين في الايام وهي بتمر بتتجدد عوامل اخرى، ان ممكن نادي اخر يتقدم بعرض، ممكن الولد يجيله عقد من بره زي ما حصل لميدو جابر، ان الولد ممكن يبقى له رغبه في مكان ويعدل رايه يبقى في مكان تاني زي ما حصل السنه اللي فاتت مع احمد الشيخ. احمد الشيخ كان ماضي عقده اوريدي في نادي الزمالك، مع الزمالك رغبته بعد كده كانت النادي الاهلي. بالظبط. فده اللي كان حسم الموضوع، ومثال اتحاد الكوره كان حقق او يعني طلع ايقاف للولد. لكن بناء على العوامل اللي احنا قلناها دي كلها، ان حتى الان النهارده بكلمك يوم 31 يوليا، الخلاصه ميدو جابر هو في نادي مصر المقصه. ايوه. ولم يتم البث في اي عروض من العروض المقدمه ليه، لاختلاف بقى العوامل اللي احنا قلناها، ان ممكن راي من الاداره مش موافقه على احد العروض، وممكن الولد مش موافق على عرض اخر، تعارضت راي الاداره مع راي الولد، او تلاقت راي الاداره مع راي الولد، فبالتالي ده اللغط اللي حصل على صفقه ميدو جابر. بس انا كان في اتصال يا استاذ عمرو، ثواني، على عرض جاي من البرتغال لميدو جابر والولد هو اللي رفض. يعني انت كنت جايب عرض ليه للبرتغال اكتر من عرض الناديين اللي موجودين في مصر. بس الولد ما حدش شايف ان هو صغير ان على ان يخوض تجربه الاحتراف يعني، لا فرفض العرض الاجنبي، فبالتالي رجعنا لنقطه الصفر ان الولد موجود. فعشان كده ميدو جابر هو في نادي مصر المقاصه، العروض الموجوده لم يبث فيها بشكل نهائي عشان تتلاقى وتتعارض بعض الاختيارات او بعض الرغبات يعني. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه احب اقول لحضرتك، الولد نفسه ملتزم ويعني ايه، وهو صغير سنا وطبعا جنب مهارته الفنيه. ايوه بس يا استاذ عمرو ثواني، بعد اذنك استاذ عمرو ثواني. في اتصال هاتفي منذ لحظات مع كابتن وليد هويدي قال ان رغبه الولد النادي الاهلي، وان في عرض النادي الاهلي وفي عرض النادي الزمالك. طب هل انتوا كل الكلام ده انتوا ما درستوهوش لغايه دلوقتي؟ ده احنا في القصه دي بقى لها شهر ونص شهرين. هل انت لم يعني ما بتتش في هذه القصه حتى الان؟ نادي المقصه هو اول واحد سيدار اكتر من الناديين في حاله انه هيروح اي نادي او هيبقى في نفس المقصه. مصر المقاصه المفروض يقدم قائمته الاولى يا كابتن طارق، لكن في الاخر خالص ميدو جابر سواء هيروح الاهلي او هيروح الزمالك هو رايح قائمه ثانيه، فبالتالي اللي ياخد قراره اسرع من الاهلي والزمالك هو نادي المقاصه نفسه. فعشان كده احنا يهمنا افاده نادي مصر المقاصه، راي الجهاز الفني، رغبه الولد، والصالح العام. حلو قوي. يعني انتوا لسه ما خدتوش راي الكلام ده كله، ما خدتوش قرار في هذا الموضوع لغايه دلوقتي؟ تاكد ان في الاخر خالص العوامل الثلاثه اللي قلت لحضرتك عليها، رغبة النادي والجهاز الفني ورغبة الولد والمقابل المادي المناسب، هو اللي هيحكم صفقة انتقال. لكن لحد اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها دي، الولد هو في نادي مصر المقاصة. شكرك، شكرا جزيلا استاذ عمرو مصطفى مدير التعاقدات بنادي مصر المقاصة. يعني معلش احنا بنعتذر لكابتن ابراهيم، لا لا لا. لان الاحداث كثيرة. طب كابتن ابراهيم ارجع لحضرتك تاني واقول لك ان بصراحة شديدة، وانا عارف ان انت صريح، يعني في ناس بتقول ان في بعض الحكام داخل لجنة الحكام
دول بتوع عصام عبد الفتاح، دول بتوع جمال غندور، دول بتوع مش عارف سين من الحكام، يعني مدى صحه هذا الكلام وصف لنا الاجواء الحلوه اللي احنا شفناها دلوقتي دي، العلاقه بينكم وبين بعض ازاي؟ شوف يا كابتن طارق، احنا زي فرقه الكوره، اللي بيلعب بيبقى على قلبه زي العسل للمدير الفني، واللي بيقعد احتياطي يبقى بيحبك نص نص، واللي انت بتطلعه بره بيبقى انت عنده بالنسبه له عايزك تمشي الصبح، عايز الفرقه تخسر تمشي الصبح. وده كل اللي ده عادي طبيعي في الوسط الرياضي يعني. للاسف في ناس بتبقى مستفيده من ان الكبار يزعلوا من بعض عشان خاطر هو مش هيقدر على الكبير اللي موجود، فيجيب له واحد كبير تاني يبدا يتلمع حواليه ويتلفوا حواليه عشان خاطر يبقى ده بديل، ولما ده يجي يبقى احنا نبقى بتوع دوت ونلعب. لكن بصراحه شديده الكابتن جمال والكابتن عصام، انا شاهد طبعا على صداقتهم وعلى علاقتهم الطيبه ببعض، وكابتن عصام لما كان موجود كابتن جمال كان دايما بصفه مستمره موجود في المحاضرات وفي المعسكرات وفي التحليل الفني بتاعنا، هو كابتن احمد الشناوي وكابتن ناصر عباس، يعني يعتبر كل الرموز اللي موجوده طبعا، ناس حكام محترمين كلهم معانا. وكابتن جمال هو طبعا اللي اكتشفنا انا والكابتن احمد حسام، ولعبني وانا درجه ثالثه في الدوري الممتاز. كابتن عصام لو هو يعني ده احنا المفترض دلوقتي يبقى خلاص احنا محسوبين على كابتن جمال، لو كابتن عصام برضه بيحب وبيكره وليه شيء لو كلام من ده، كان اول واحد انا ما لعبنيش ولا لعب احمد، لان اللي طلعنا الكابتن جمال. نفس الوضع الكابتن جمال لما رجع اللجنه تاني بعد الكابتن عصام، كان في مجموعه بتلعب الكابتن عصام هو اللي لعبها، هو اللي حطها في القايمه، زي بسيوني مثلا هو اللي لعبه كابتن جمال برضه اعتمد عليه، واخد بال حضرتك. هم ما عندهمش قصه ان هم يشيلوا من بعض، لان هم كل واحد على ما اعتقد ليه تاريخه وليه اسمه وليه انجازاته، ما فيش حد فيهم باصص للتاني. هم الاثنين اكيد يبصوا في مصر، ولو في فتره بعيده كان هم ناس اللي في النص كانوا عاملين جاب ما بينهم، خلاص اللي جاي احنا طلباتنا احنا كحكام، احنا مش هنقبل بده ان هو يبقى في جاب ما بينهم وما بين بعض تاني، لان مصر محتاجاهم هم الاثنين. لا الكابتن جمال هيقدر يشتغل لوحده ولا الكابتن عصام هيقدر يشتغل لوحده، صحيح. احنا عايزين واحد في مجلس الاداره وعايزين واحد رئيس لجنه الحكام، عشان الاثنين قوه والاثنين اضافه قويه للتحكيم المصري، عشان احنا نقدر نبقى عندنا ظهر قوي زي الكابتن جمال في اللجنه، صحيح. وعندنا ظهر قوي ان شاء الله زي الكابتن عصام في مجلس اداره الاتحاد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد حسام، يمكن يعني امتى او ازاي، بلاش امتى دي، ما امتى دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ازاي نشوف حكامنا في كاس العالم طبيعي كل كاس عالم؟ يعني ما بنشوفش ليه الحكام المصريين بيسقطوا من القصه دي؟ هو كابتن يمكن ده سببه ان عدم الاهتمام بالتحكيم من الدوله. ما عدم الاهتمام بالتحكيم ده منكم انتوا يعني؟ لا. من رئيس اللجنه، من اتحاد الكوره، يعني انا اهتم بالتحكيم ازاي؟ نهتم الدوله نفسها كابتن من خلال وزاره الرياضه ومن خلال مجلس اتحاد كره القدم يهتم قوي بموضوع التحكيم. يعني مثلا يعني هو ده اصبح دلوقتي لما الكابتن عصام عبد الفتاح دخل مجلس الاتحاد ده فرقت معانا، فرقت عن قبل كده، تمام؟ مطلوب يا كابتن ان دايما يبقى في عضو مجلس اداره حكم، لان هو عارف هموم الحكام. عضو مجلس اداره حكم لان هيبقى ليه حكم سابق يعني. ايوه فاهم، دي حاجه كويسه. طبعا حاجه مهمه عشان يبقى سبورت ليك. دايما احنا بنقول في مجالس اداره الكوره، مجالس اداره انديه الرياضه عموما زي الاهلي والزمالك، لازم يبقى في حد فني. بالظبط، حد فني كوره جوه يعني. حد فني فاهم او لعب كوره يعني، فاهم كابتن؟ بالظبط يا كابتن، زي ما بتقول انت بالظبط. ايوه يعني مثلا واحد زي حضرتك لعيب كبير، بس ما عندكش، حضرتك مش اوير بكل مشاكل التحكيم، صح؟ مهما كانت خبرتك بس انت ما دخلتش في الفيلد بتاع التحكيم ده. فالمفروض ان حد يبقى حكم، يبقى دايما موجود لو احنا عايزين نرتقي بالتحكيم وعايزين نشوف حد زي كابتن جمال غندور راح كاس عالم، وحد زي كابتن عصام عبد الفتاح والكابتن وجيه احمد، يبقى احنا المفروض يبقى نهتم اكتر من كده. وبرضه عايز اشكر معالي وزير خالد عبد العزيز، لانه اول وزير يكرم الحكام. أكيد. اول وزير يهتم بان في طاقم تحكيم راح نهائي كاس افريقيا، جاب الطاقم كله وكرمنا، وده كانت حاجه جديده اول مره نشوفها. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله كابتن احمد حسام وكابتن ابراهيم نور الدين. طب بص على الشاشه كده كابتن ابراهيم.
ده كابتن شيك. احكي لنا بقى ده ايه ده. بص يا كابتن، ده انا محتفظ بالشيك ده من 2003. ده اول ماتش لعبته في حياتي. ايوه. صفاره. ده بكام يا كابتن؟ ب 39 39 جنيه و20 قرش. بس دلوقتي 39 جنيه برضه ولا الدنيا؟ لا ما هو الدنيا دلوقتي 3000. دلوقتي 3000. فانا كنت سعيد جدا ان ده اول مبلغ امسكه من التحكيم. أكيد. فاحتفظت بالشيك ده. الشيك ده معايا من 13 سنه. ما تصرفش ده؟ لا مش هصرفه. ما تصرفوش ده ورث. ده ثروه دلوقتي. ده ورث. يا سلام بقى لو 39 دولار ده كان عمل. احنا عايزين بس يا كابتن طارق بعد اذنك نتكلم في حاجه صغيره كده سريعا. احنا كل الحكام اللي بتحكم في الدوري الممتاز ممكن ما يبقاش فارق معاها في ماديات، لان يعني كلهم شغالين في وظائف كبيره ووظائف محترمه وعندهم دخل. الحكام الصغار اللي بتلعب قسم تاني وقسم تالت ما بيصرفوش مستحقاتهم، ومجلس اداره الاتحاد طلع اللائحه للموسم الجديد ان البدلات هترجع من الدوري الممتاز وكل الاقسام من الانديه. طب احنا بقى لنا دلوقتي في سنتين الحكام بتاع القسم التاني والتالت. لا احنا دلوقتي من الانديه عايزين نرجعها تاني من الاتحاد تاني. لا تمام؟ صعبه دي. فالامور حتى مش صعبه، حتى لو انتوا خدتوا قرار بكده الفلوس دي تخش خزينه لجنه الحكام عشان خاطر ما نقعدش بقى نلف حوالين بعض. لا انتوا هتلفوا حوالين عواضكم لو راحت للاتحاد كل سنه. طيب في الانديه تضمن. فاحنا بنخاطبهم بس عايزين انديه القسم التاني والتالت كمان. كابتن جمال غدور يتولى هذه القصه، لان فعلا يعني الحكم بيتعب وبيشقى وبيسافر وبيروح وبيجي وكده، لازم ياخد حقه في وهو قبل الماتش. واحنا بناخد في افريقيا كده يعني ما فيهاش اي نوع من انواع. ان شاء الله باذن الله يبقى ليا حلقه دي مع كابتن جمال غندور. يا ريت. المسؤولين في اتحاد الكوره كابتن ابراهيم نور الدين، بشكرك شكرا جزيلا. متشكر يا كابتن، كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. بكره ماتش صعب ولا بعده ولا بكره؟ ماتش ايه؟ ماتش الاهلي وسموحه بكره ولا بعده؟ هو مين حكم؟ الاهلي وسموحه. ايه مكتوب هنا هو ابراهيم منور. انا لسه ما فتحتش الايميل، هفتح الايميل لما اخلص. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. كابتن عبد الحسام طه شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا كابتن. شكرا جزيلا كابتن. ربنا يخليك. وسلمنا للوالد طبعا كابتن حسام طه من الحكام ان شاء الله. ربنا يخليك. ممتاز بيهم جدا يعني. شكرا كابتن. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا.